كما يخبركش كلش اللي كوندويت اون بلوفيال هنا يعني المساحه المسقيه اون اريغاسيون دابوا سي 11000 هكتار سي ريان دو تو بارابور لتروا تقريبا 300000 هكتار. هي قرابة 300000 هكتار من المساحات المزروعة بالحبوب والتي تعتمد خصوصا على التساقطات المطرية التي سجلت نقصا فادحا هذا الموسم بتيارت، مما انعكس سلبا على الفلاحين وزاد من تخوفاتهم خاصة تراكم الديون والأتوات طيلة السنوات الماضية. اللي راه وين ما يبقى لنا يبدأ الناس يطول لهم الأتوات في الحصاد يبعثون الأتوات. للأسف الشديد هذه الأتوات تراكمت وجاتهم الأتوات نتاع حق الاستغلال نتاع الامتياز الأولى حق الانتباع وزاد حق الامتياز. لونطا تبعث أملاك الدولة تبعث البنك الفلاحة والتنمية الريفية على الديون المتراكمة اللي راها عندها سنوات. لو كان يستاهلوا غير ليشلونمون تاع الكريدير فيك باه العام الجاي الفلاح يعاود. إذا كان الفلاح راحت له ما يزيدش يعاود وما يفلحش خلاص. ما عندوش بيتحرك الأدوات تاع الماتريال. فالفلاح أصبح يتقاسم هذه الظروف الصعبة مع الموال باعتبار أحدهما مكملا للآخر، منتظرين تدخل الدولة لإعادة النظر في الأتوات وإيجاد حلول عاجلة لها. قارين تكلوا على الصيف بدون ذوك شهرين ولا أربع شهور ولا ستة سنة العام هذا رانا متعسفين نطلبوا من ربي ومن الدولة يتدخل في أقرب وقت. تعاوننا الموالة مساكين راهم قبنا يعني للدرجة اللي ما تعبرش. والله اللي ما وفوش مؤامرة ممكن يأخروا لهم قاي شهر من بعد شهر هنا يسموه الموال الله يرحمه. فولاية تيارت تسجل موسما صعبا هذه السنة مما استدعى المصالح المختصة إلى مباشرة إحصاء المناطق المتضررة وانتظار قرارات الدولة للحفاظ على مزاولة النشاط الفلاحي المعروف عن الولاية.